وده من حنانه ليا يجي يسأل عليا. دايما بنقف عند حتة مين يروح للتاني. تاني هقول تاني عشان الناس اللي بتتكلم، فهقول تاني عشان تاني. دايما بنقعد نفكر مين اللي هيسأل على التاني. عشان كده اقول يا رب انا محتاج تسأل عليا، انا محتاجك انت تسأل عليا. اي نعم بقوم واتحرك زي الابن الضال قام وقال اقوم وارجع الى ابي. هو قال كده خد خطوة، يمكن الخطوة دي تكون ميتانة يعني ما فيش حاجة فيها خالص، بس خد خطوة. بس لما راح ليه أبوه مستني؟ يا رب هو الأب مستني ولا الابن؟ مين اللي بيروح للتاني؟ ها أنا واقف على الباب، هو واقف وبيقرع مستني، بس محتاج مني أقوم أفتح أرد. وده من حنانه ليا يجي يسأل عليا. حنانه ليا من زمان قوي لما أخلى ذاته وأخذ صورة عبد وجالي، وحنانه ليا لما بيخبط طول العمر على باب يقول لي أنا واقف على الباب وأقرع. القرار يقول كان لنا فين العز ده كله؟ يعني يا رب انا اللي اسال ولا انت اللي تسال؟ يا ممكن لو سمحت مع الناس. وده من حنانه ليا يجي ويسال عليا، وده من حنانه ليا يجي ويسأل عليا. كان لنا فين العز ده كله؟ كان لنا فين المجد ده كله؟ كان لنا فين العز ده كله؟ كان لنا فين المجد ده كله؟ وده من حنانه ليا يا وده من حنانه ليا يجي يسأل عليا. فليتمجد اسم إلهي، فليتمجد اسم يسوع، فليتمجد اسم إلهي، فليتمجد اسم يسوع. وده من حنانه ليا وده من حنانه ليا يجي ويسأل عليا. أنا قدامك بوطي راسي، أصل صليبك سبب خلاصي. أنا قدامك بوطي راسي، أصل صليبك سبب خلاصي. وده من حنانه ليا يجي ويسأل عليا، وده من حنانه ليا يجي ويسأل عليا، وده من حنانه ليا يجي ويسأل عليا، وده من حنانه ليا يجي ويسأل. يا كان لنا فين العز ده كله؟ كان لنا فين المهد ده كله؟ كان لنا فين العز ده كله؟ كان لنا فين المهد ده كله؟ وده من حنانه ليا وده من حنانه ليا يجي ويسعى
الإنسان على الماء.